أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان، بحييكم باسم الرب يسوع المسيح. موضوع اليوم: عندما تكون الصلاة مكرها. طبعا كل الناس بتصلي، حتى الملحدين بيصلوا، وكل الأديان بتصلي، وكل واحد بيدعي إنه الله عم بيسمع صلاته وعم بيستجيب الصلاة. لكن هل فعلا الله بيسمع وبيستجيب كل الصلوات؟ احنا بنعرف انه الله غير محدود، الله موجود في كل مكان وزمان، الله غير محدود، حاضر في كل مكان، والله ينظر يعني للذين قلوبهم كاملة نحوه، عم بشوف كل قلوب الناس، دوافع الناس والنية اللي في داخل الإنسان. والله بيعرف طبيعة الإنسان وقلب الإنسان بغض النظر شو ديانتك. كتير ناس بتصرخ من القلب، فعلا بيصلوا لله حتى لو ما عندهمش المعرفة الكاملة عن الله. وفي ناس عم تتوجه لله كنوع من الفريضة والتفضل على الله، يعني كنوع من الحسنة، يعني كلما صليت أكثر أنا صار عندي حسنات أكثر يعني للرب، عم بخزن لي إياها وعم بجهز لي إياها. والجواب على هذا الموضوع في إشعياء الإصحاح الأول: لا ذبايح ولا أعياد ولا رؤوس الشهور ولا حتى إذا طلبات الصلاة أو الصلوات، الله بيعرف كل شيء. لكن الشيء المهم أحبائي الطريقة والكيفية اللي أنا باجي فيها أمام الله. كارنيليوس كان شخص روماني وكان آمن بالله وكان يصلي لله، فالرب أعلن له أنه لازم يجيب بطرس، وبطرس بيكلمه عن يسوع. وهكذا ليديا بائعة الأرجوان في أعمال 16، بولس ترك آسيا وراح لفيليبي، وهناك آمنت بالمسيح واعتمدت هي وأهل بيتها. فالله بيعرف القلوب وبيعرف دوافع الصلاة. وأنا عاوز أقرأ بعض الآيات عن مثل اتكلم فيه الرب يسوع المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 18. في بداية الإصحاح قال عن مثل: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. وبعدين في آية 9: وقال لقوم واثقين بأنفسهم أنهم أبرار ويحتقرون الآخرين هذا المثل. يعني مش في ناس اليوم بتصلي اللهم مثلا اعمل، اللهم لا تنجح، اللهم لا تبارك، اللهم العن، بفكر أن هاي صلوات لله، وما بيدركوا أن هاي الصلوات عم بتقودهم إلى قاع الجحيم. لكن هم شوف يعني كلام المسيح واضح جدا: واثقين أنفسهم أنهم أبرار، واحد، يحتقرون الآخرين. قال هذا المثل: إنسانان صعدا إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر عشار. أما الفريسي فوقف يصلي في نفسه هكذا: اللهم أنا أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار، أصوم مرتين في الأسبوع وأعشر كل ما أقتنيه. وأما العشار فوقف من بعيد لا يشاء أن يرفع عينيه نحو السماء، بل قرع على صدره قائلا: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. فإذا واضح منشوف القرينة في هذا الحديث إنه أي واحد بدي يجي لله، بدي يجي للرب، يجي بتواضع. والرب لما أعطى هذا المثل طبعا مش عشان يهين الفريسيين ولا يرفع العشارين، لكن عاوز يعلم انه اي شخص بده يجي للرب يجي بانكسار، يجي بانسحاق، وبيجي بتواضع. والا الصلاه اللي بنصليها لله
تصبح مكرهة. إذا بتصلي لله وأنت عايش الخطية صلاتك مكرهة، وإذا أنت بتصلي بكبرياء صلاتك مكرهة، وإذا أنت بتصلي ومش عم تعمل في أكشن للصلاة بتاعتك إنك تقوم بالعمل بالأوامر أو النواهي اللي الله بيتكلم فيها معك، صلاتك بتكون مكرهة. فإذا هم بيتكلم، لاحظ الكلام، بيتكلم عن المثل اللي عندهم يعني ثقة بأنفسهم إنهم أبرار، وهون المأساة. بحال ما بيثق الإنسان هو بار، هون المأساة. والمشكلة الثانية اللي بيحتقر الآخرين، الآخرين البشر المخلوقين على صورة الله، بغض النظر شو خلفيتك، بغض النظر شو ديانتك، بغض النظر إذا أنت كبير ولا صغير، إذا أنت غني أو فقير، الله، فنحن جميعا سواسية أمام الله، ونحن جميعا في الموازين إلى فوق، نحتاج نعمة الرب. لاحظ من خلال هذا المثل، يقول الرب يسوع المسيح اثنان صعدا إلى الهيكل، يعني الفريسي والعشار راحوا إلى مكان الله، مكان حضور الله، مكان الاجتماع يعني، واثنين فعلا صعدوا إلى جبل الهيكل، واثنين راحوا إنه يصلوا. الغرض من صعودهم إلى الهيكل عشان يرفعوا صلاة، والصلاة كانت إلى نفس الإله. اثنين صلوا إلى نفس الإله، واثنين من بعد ما صلوا رجعا، بس كل واحد رجع بشكل مختلف. وهون أنا عاوز أقول يعني في سؤالين. السؤال الأول، عندما نصلي ما هو الدافع للصلاة اللي منصليها؟ والسؤال الثاني، ما هو مقياس أو حجم الصلاة اللي منصليها؟ يعني اتفقنا أنه مش بطول الصلاة ولا بعرض الصلاة ولا بكمية الكلام اللي بتذكر أمام الله. بقول الكتاب لتكن كلماتك قليلة، لكن قلبك هو اللي منسكب لما بتعيش محضر الله. ممكن تجلس بالساعات من غير ما تشعر بأي ملل، يصلي كل حين ولا يمل. هم يتكلم عن شخصيتين في المجتمع. الشخصية الأولى شخصية المتدينين، طبعا الفريسيين، وكلمة الفريسي تعني المنفصل، والفريسيين يعني مثل ما قال يسوع اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. فعلا ماشيين على الكتاب بحذافيره، بس شو المشكلة كانت؟ ركزوا على حرف الناموس، حرف الشريعة. والمشكلة الثانية، وضعوا أحمال وأعباء على الناس بتقاليد كثيرة. العشار هو اللي يعني جابي الضرائب، اللي بيجمع الضرائب، وإحنا بنعرف إلى يومنا هذا ما حد بحب اللي بيجمع الضرائب. والأشر من هذا إنه العشار إنه بيجمع الضرائب وبيتنصب على شعبه. يعني العشار، الفريسي والعشار اثنين يهود. الفريسي شخص متدين بعلم الشريعة، شخص منفصل، لكن المشكلة تبعتهم أبرار في أنفسهم، يعني عندهم الكبرياء. والعشار كان بيعتبر يعني نوعا ما عميل للرومان، لأنه بيجمع الضرائب إلى مصلحة الرومان. لما بيجمع الضريبة مثلا، الرومان بيطالبوا في حجم معين بالضريبة، وبعدين أنت وشطارتك كل ما جمعت أكثر النسبة المئوية بتكون لإلك. فجماعة العشرين هم جماعة، يعني بين قوسين، جماعة الخطاة، جماعة الجماعة المنبوذة المرفوضة من المجتمع، يعني بكلمات بسيطة الجماعة المكروهة. أوليس عجبا أحبائي، حتى الناس المكروهة في أعماق قلبها في صرخة إلى حضور الله. طب اثنين صلوا، اثنين صلوا إلى نفس الإله، طب شو الاختلاف في الصلاة؟ المقياس. الفريسي قال اللهم إني أشكرك لست مثل باقي الناس، يعني صلاته كان أنا أرفع، أنا أكبر من الجماعة التانيين. ومرات وإحنا مش شعرين منفكر
انه احنا اهم من ناس تانيين، وبننسى انه احنا خطاه، يعني تخلصنا بنعمة الرب، هي نعمة الله اللي لمستنا واللي غيرتنا. مين هو المقياس؟ مقياسك امام الله ام امام الناس؟ يمكن انت بار امام الناس واعمالك صالحة امام الناس، لكن لما الله بينظر اليك شو بيشوف؟ اخاف احبائي مثل كنيسة سارس لك اسم انك حي امام الناس، بس بالحقيقة امام الله انت ميت. فالفريسي ابتدى يعدد حسناته واعماله. اشكرك انا لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، نزل فيهن خبط وضرب، يعني ما خلاش حد من شره. وهو عم بيصلي اطلع باحتقار للشخص العشر، ولا مثل هذا العشر. شايف يا رب انا الرجل بتاعك وهذا المحتقر انا مش مثله، ها انا بار في واثق يعني في بره. العشار اللي هو المنبوذ واللي هو المكروه من المجتمع، تكلم اربع كلمات بس بعمل باكشن، قرع. والقرع عادة في الصلوات الشرقية لما بيصلوا، بتعرف اليهود امام اسم الجلالة دايما بيحني الراس. الى اليوم عند حائط المبكى في اورشليم دائما بتشوف اليهودي اول ما بيذكر اسم الجلالة على طول بعزرات هشيم بالاسم على طول راسه بينزل، ودائما لما في اقرار للتوبة بيعمل هذه الحركة وبيعمل حركة تانية بالاصابع، ثلاث اصابع، يعني كأنه بقول التالوت والطبيعتين بيقرع اللهم ارحمني انا الخاطئ. ومعروف في العادات الشرقية القرع على القلب يعني نخس قلبه، هي علامة الندامة وعلامة التوبة. ارحمني اللهم ارحمني انا الخاطئ. والاغرب انه كان باخر صف في الاجتماع في المجمع في الهيكل باخر صف، وقف من بعيد حتى ما كانش عنده احساس انه يتقدم، يعني حس انه ما بيستاهل حتى نعمة الله، وهو طبعا بيحني راسه ويقرع على صدره علامة الندامة وطلب الرحمة، ارحمني انا الخاطئ. فكرك مين اللي لمس قلب الله؟ الفريس اللي عم بيصلي بكبرياء وخيلاء، ام العشار اللي حس عدم الاستحقاق بالصلاة؟ فاذا شو الدافع بالصلاة وما هو مقياس الصلاة؟ هل المقياس هو الله شايف كل شيء، ولا انت عم بتروح على اجتماعات الصلاة ومؤتمرات الصلاة عشان الناس تشوفك بكلمات فصيحة منمقة بشوية دموع بشوية دراما، ولا في شيء من جوا لازم تتعامل معاه؟ الذبايح صارت مكرهة والصلاة صارت مكرهة والأعياد صارت مكرهة وكل الأشياء اللي بتحاول تمارسها الناس، بقول يا جماعة تعبتوني بصلواتكم، يعني الصلاة ما بتصلش للسقف، هذه صلوات المهازل وليس صلوات الزلازل التي تجلجل وتزلزل وبتجيب نتيجة. تعرفوا أصعب مشكلة في الصلوات هي البر الذاتي، وإنه عدم الإحساس إنك في البراءة. مشكلة الرياء، أنت رايح متلون أمام الله اللي هو شايف قلبك، بقول لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان، من القلب تخرج الأفكار الشريرة، القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه. يعني أنت جاي أمام الرب بعدم الإيمان، ولما بتيجي بعدم الإيمان حتما الله مش رح يسمع صلاتك. أنت جاي معتمد على شوية تدين، على شوية مظاهر، بتوقف أمام الناس بتطول بالصلاة، تطلع على الآخرين بتشوف كيف بيصلوا وعم بتقارن نفسك في الآخرين، الرب مش رح يسمع صلاتك. هاي الصلاة بتوديك على جهنم، بالعكس مش بتقودك لله. الصلاة اللي بتقودك لله هي صلاة التواضع، والرب يسوع حسمها. لاحظ الكلام شو بقول في الموضوع، بعد ما طلب الرحمة قال يسوع إن هذا نزل العشار، يعني
اثنين رجعوا، لكن هذا نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. يعني التبرير موقف قضاء الله، حكم ببراءة هذا العشار إنه الله سمع صلاته. طب والتاني رجع لكن ولا حبة استجابة، ورجع الدراما والتدين أمام الناس ومظاهر التدين والكلام الجميل وكل هاي المظاهر والتقاليد اللي بيوريها أمام الناس. الرب يسوع قال في آخر آية اللي قرأتها، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. حبائي أنا أؤمن إذا بنيجي بوحدة كل اللي بشاهده هيك صلاة بسيطة نقول له يا رب ارفع الضرب عنا، صلي يا رب زيل هذا الوباء من الوجود، صلي قول له يا رب أعطينا فرصة جديدة حتى نوصل للعالم ببركتك وبركة نور إنجيلك. وإذا أنت الله عم ببكتك في هاي اللحظات اقرأ على صدرك، انظر إلى فوق قل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. اخفض رأسك أمام الرب وتواضع أمام الرب. إذا محتاج لمساعدة روحية من فضلك تواصل معنا وشارك هذا الفيديو. الرب يكون معك.